حول هذا الموضوع أيضا تنضم إلينا الكاتبة والإعلامية منى المطوع. أستاذة منى، بعد التحية، ما هي قراءتك لمضمون تصريح جلالة الملك المفدى فيما يتعلق بحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشيد بالتوجيهات السامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على البلاد المفدى ضمن بيان اللجنة التنسيقية بتوفير كافة إمكانيات الدولة لفريق البحرين. قراءتنا لهذه الكلمة السامية التي تفضل فيها اليوم بأن هذه التوجيهات السديدة تأكد حرص قائدنا حفظ الله ورعاه وقيادتنا الرشيدة واهتمامهم الدائم بدعم كافة الجهود الوطنية اللي يبذلها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وأبطال الصفوف الأولى في مملكة البحرين، وثقتهم المطلقة بالتحركات والإجراءات الاحترازية اللي يقومون بها في سبيل مكافحة هالجائحة العالمية. وهذه الكلمة أيضا تؤكد بأن صحة المواطن والمقيم في مملكة البحرين تأتي على رأس الأولويات، وهاي شيء مو مستغرب وعهدناه من بداية هذه الجائحة. ولمسناه من خلال كثير من التوجيهات والقرارات الصادرة والموازنات اللي تم تخصيصها لدعم القطاعات في مملكة البحرين، كما أن كلمة جلالته تعد بمثابة رسالة أمن واطمئنان وارتياح بأن قيادة مملكة البحرين حريصة كل الحرص على مصلحة المواطنين والمقيمين وتبذل النفيس والقالي في سبيل تحقيق الأمن الصحي في المجتمع البحريني، وأن احنا في خير وبنكون بخير بإذن الله بفضل من الله ثم قيادتنا الرشيدة وأبطال الصفوف الأولى وتكاتف المجتمع البحريني اللي نثق بأنه سيقف خلف هذه التصريحات وخلف هذه التوجيهات وسيضع بالاعتبار الالتزام بكافة القرارات الصادرة من فريق البحرين. كما أن هذه الكلمة السامية تعزز ثقتنا في قدرة مملكة البحرين قيادة وشعب على تجاوز هذه الأزمة، وبإذن الله هي مو أزمة، هي مرحلة إن شاء الله وراح نعديها بكل خير إن شاء الله. نعم أستاذة منى، كونك صحفية وكاتبة أيضا، كيف يدعم الجسم الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين الجهود التي يبذلها الفريق الوطني الطبي والكوادر الطبية والإدارية طبعا تعزيزا لدورهم في مواجهة هذا الوباء؟ طبعا السلطة الرابعة في مملكة البحرين دعمت من بداية ظهور هذه الجائحة العالمية الجهود الوطنية الكبيرة التي يبذلها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه، وكذلك دعمت كافة الإجراءات التي ظهرت من كوادرنا الطبية والصحية والعاملين في الصفوف الأولى بفريق البحرين، وأكدت دعمها وثقتها ومساندتها لكافة الإجراءات والتعليمات من خلال نشر المواضيع والمقالات والمواد الصحفية التي تدعو المجتمع إلى أهمية الالتزام وأن يكون فعلا مجتمع واعي من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تساهم في مكافحة هذا المرض ومنع تفشيه داخل المجتمع البحريني. طبعا في ظل هذه المرحلة التي نمر فيها أيضا هناك دعوات من كافة الأقلام الصحفية بضرورة الحرص على سلامة المجتمع البحريني ومجابهة هذا الفيروس من خلال التكاتف المجتمعي. مهما خرجت مبادرات وإجراءات من فريق البحرين لن تستكمل إلا بتكاتف الجميع وتكاتف جميع أفراد المجتمع البحريني كمواطنين ومقيمين لنعدي هذه المرحلة على خير، ونحن واثقين بأن هناك مستوى عال من التوعية لدى المجتمع البحريني في الالتزام بالإجراءات الصادرة اليوم، وبأننا سنكون بإذن الله مجتمع قوي متكاتف وسننتصر على هذا التحدي الحاصل اليوم لدينا في مملكة البحرين مع قيادتنا الرشيدة وأيضا مع توجيهات فريق البحرين، ونوجه رسالة بأننا نثق بهذه الإجراءات وبأننا فعلا قادرون على تجاوز هذه المرحلة وبأن مملكة البحرين ستكون دائما بخير بإذن الله إن شاء الله. الكاتبة والإعلامية منى المطوع، شكرا جزيلا لك.